الآن كوننا نتكلم عن الأحماض والقواعد، لابد إنه how to measure the acidity of any solution، يعني مقدار الحامضية هذه المحاليل، وأيضا فيما بعد راح نأخذ other relationship اللي هو قاعدية المحاليل كمان، وما هي علاقة الحامضية وقاعدية المحاليل مع بعض. ف to measure the acidity for any solution we use what we call pH value، وهذا pH قانون لحساب، لاحظ pH حساب اللي هو الأسيديتي بيساوي minus log تركيز أيون الهيدرونيوم أو H plus، يعني sometimes minus log H3O plus or H plus it doesn't matter، اللي هو مصدر الحمض تركيز ال H plus أو ال H3O minus. تعرفوا ال pH يعني علاقة، هي mathematical relationship، يعني بشكل عام ال pH دائما بيساوي minus log ال X بغض النظر شو ال X، لأنه لاحظ نحكي ال pH بيساوي minus log ال H، إذا حكينا pOH اللي هو راح نقيس فيها القاعدية فراح تكون minus log OH. فيما بعد راح يعني مثلا لو بدي أخذ BK بغض النظر KC KB، وفيما بعد راح ندرس KA وKB، فالP للK راح يساوي minus log قيمة الK، فهي mathematical expression دائما تعطى minus log هذا المتغير. فالPH the measurement of the acidity minus log H plus. Okay now عندما يكون solution is neutral عند 25 درجة مئوية، احنا حكينا الـ H plus والـ OH راح يتساوى، الـ H plus بيساوى طبعا، اذا ما مقدار الـ H والـ OH، لانه الـ H plus والـ OH عند 25 بيساوى 1 في 10 قوة ناقص 14، اذا كل واحد منهم بيساوي 1 في 10 قوة ناقص 7، لانه هذا المقدار 1 في 10 قوة ناقص 7 ضرب 1 في 10 قوة ناقص 7 بعطيني 1 في 10 قوة ناقص 14 right؟ 14. لذلك عندما يكون المحلول نيوترال الـ H plus OH minus، إذن المية مثل ما حكينا هي مصدر للحمض والقاعدة، وتركيز الحمض والقاعدة في المية دائما بيكون 1 في 10 قوة ناقص 7 مولر. لاحظوا هذا الرقم، يعني عندي 1 وعلى يسارها 6 أصفار، رقم يعني really very negligible، لكن sometimes هذا الرقم negligible really make a difference لما تعمل مع محاليل أحماض ولا قواعد تركيزها أقل بكثير، يكون 10 قوة ناقص 8 أو ناقص 12، which one now will be more dominant، راح يكون المصدر الحمض والقاعدة من المي، لأنه التركيز بيكون إيش أعلى، لكن هو هذا الرقم يعني مقارنة من المحاليل التي تعمل بنعملها في مختبراتنا يعني بيكون إيش very negligible. لذلك إحنا فيما بعد يعني راح نتعامل في تطبيقاتنا مع الكيميكال إيكيليبريوم كونستنت، إنه بنعتبر مصدر الحمض القاعدي من المية يعني أوميتد، بنحذفه وإتس نيجليجبل فلا نعتبر. طيب إذا النيوترال معناته الـ H بلس 1 في 10 قوة ناقص 7. طبعا لما أحسب هذا المقدار الـ pH لـ 1 في 10 قوة ناقص 7 هو عبارة عن يساوي pH equal 7 right. الأسيديك طبعا الـ H plus أكثر من الـ OH minus، فالـ H plus راح يكون التركيز أكبر من 10 قوة ناقص 7، أكبر من هذا الرقم، والـ pH بتكون طبعا لاحظ التناسب كيف بيكون عكسي إنه أقل من 7، فأنا الـ pH الرينج إله من هو من 0 إلى 14، من 0 إلى أقل من 7 إذن هو إيش أسيديك، 7 نيوترال، أكبر من 7 بيكون الـ OH أكبر من الـ H، يعني محلول البيسك بيكون الـ pH 7 للـ 14. أوكي؟ هذولا يعني هذا الرينج للـ pH values للمحاليل بشكل عام. أوكي؟ طبعاً الـ pH لاحظ تناسب عكسي مع تركيز الـ H+، كل ما زاد التركيز الـ pH بتقل. Right؟ أو العكس صحيح، كل ما زادت الـ pH الـ H+ بيقل هذا التركيز. طبعا يعني كيف تم حساب هذا الامر راح ندرسه، يعني ناخذ امثله يعني فيما بعد يعني in a minute. طيب الاذر ريليشن شيب، احنا تكلمنا عن البي اتش بيساوي ماينس لوج الاتش بلس، ايضا البي او اتش بيساوي ماينس لوج الاو اتش، يعني هاي مقياس للقاعدي. وسهل جدا حقيقه كمان استنبط علاقه جديده، انه مجموع البي اتش مع البي او اتش دائما بيعطيني ال14 اللي هو هذا السكيل اللي حكينا من 0 ل 14، فمجموعهم pH plus pOH بيعطيني 14، وهذا سهل إني أتوصل إليه من خلال هاي المعادلة البسيطة، إنه H plus OH minus KW اللي هي في 10 واحد في 10 قوة ناقص 14،
إذا أخذت ضربت الطرفين في الماينس لاج، لاحظ المضروب هذا باللاج أصبح عندي، إحنا بناخذ المجموع لكن أنا ضربت في ماينس لاج، فلاحظ ماينس لاج ال H بلس ماينس لاج ال OH في ماينس لاج هذا المقدار. إذا بحسب ماينس لوج 1 في 10 قوة ناقص 14 راح يطلع عندي هنا 14. طبعا الماينس لوج اتش هو تعريف البي اتش، والماينس لوج او اتش ماينس هو تعريف البي او اتش. إذا هذه العلاقة اللي لازم نتذكرها كويس، إنه البي اتش بلس بي او اتش دائما بيعطيني أو ايكوال 14. طبعا حساب البي اتش عندنا أجهزة بنسميها البي اتش ميتر، هو اللي بيقيس لي حامضية المحلول. يعني أي محلول أضع فيه هذا الإلكترود، مجرد ما أضع الإلكترود في داخل المحلول بيعطيني قراءة مباشرة لحامضية هذه المحاليل، بنسميه هذا الـ pH meter. يختلف طبعا بالأشكال والأحجام حسب الشركة الصانعة. وهذا التيبلز من كتاب يعني General Chemistry لتشانغ حقيقة في أحد الطبعات، قيم بس بيعطيني معلومات حقيقة جميلة إنه نتعرف على pH للأمور الحياتية اليومية التي نستخدمها في حياتنا اليومية. فمثلا لاحظ للستومك، مثلا الجوس الموجود في الستومك في المعدة تقريبا pH من 1 ل 2، ليمون جوس 2.4 pH، الفينيجر 3، الأورنج جوس 3.5. لاحظ اليورين البول من 4.8 ل 7.5. فأحيانا قيمة البي اتش تعطي مؤشر إنه الإنسان مثلا مريض أو غير مريض. الواتر اكسبوزد تو اير، لاحظ هذا في فرق، لأنه إحنا المية المتعادلة لوحدها البي اتش 7، البيور واتر هي 7، لكن بنقول واتر اكسبوزد تو اير اللي هو هذا ما يسمى بالأسيد رين، الأمطار الحمضية، والمطر الحمضي حقيقة بتكون البي اتش يعني بهذا الرينج 5.5. وأعتقد ذا اكستريم pH value سجلت المطر الحمضي أعتقد وصلت لـ 2.5، فلاحظ يعني حمضية هائلة. ويعني فالمطر الحمضي بتعرف له آثار على البيئة، على الحيوان وعلى النبات وعلى الإنسان بشكل كبير، وهذا كله ينتج بسبب إيش؟ الملوثات. لأن احنا بنحكي water exposed to the air اللي هو عندما يتلوث بغازات سامة مثل CO2 SO2 إلى آخره، هذه الغازات NO2 تتفاعل مع H2O لتنتج، يعني بنحكي CO2 مع ال H2 راح ينتج H2 مثلا CO3 الكربونيك اسيد، نيتريك اسيد، السلفوريك، وهكذا. فهاي الاحماض يعني بسميها الاسيد رين، احماض تكون pH لها تقريبا يعني اراوند 5.5 طبعا حسب الكونسنتريشن ومقدار تلوث هذه المنطقه. الملك 6.5، البلد لاحظ البي اتش للبلد اللي هو هذا احنا بنحكي عنها الفيزيولوجيكال بي اتش، بي اتش لجسم الانسان اللي هي بتمثل بي اتش للبلد، هي تقريبا رينج من 7.35 تو 7.45، بعض كتب يعني تكتب 7.25 تو 7.35، يعني هذا الرينج البسيط للدم. واذا تم اختلاف هذه القيمه يعني زادت في رقم كبير نوعا ما، سواء لما تصبح مثلا أكثر من 7.5 أو أقل من 7، معناته في خلل كبير بالجسم، وهذا يؤدي يعني to the death right away. فهذا بيعطي مؤشر كبير على وجود مرض أم لا. التيرز الدموع 7.4، الميلك أوف ماجنيسيا 10.6، الهاوسهولد أمونيا المنظفات وهذه الأمور حقيقة 11.5. هاي أمثلة لحامضية بعض المواد التي نستخدمها في حياتنا اليومية. Alright. Let's take an example يعني تطبيقات على حساب الـ pH. ناخذ هذا المثال البسيط انه اعطاني concentration لـ H plus لمحلول 3.2 في 10 قوة ناقص 4. وهذا المحلول if we left it يعني for a while يعني overnight مثلا open، فتغير تركيز الـ H plus إلى 1.0 × 10⁻³ مولار. السؤال المطلوب هو calculate the pH لهذا المحلول on these two occasions، يعني في بداية هذا التفاعل وبعد ما تركناه مثلا open انه تعرض للاير، left on air لما يتعرض للاير تعرف يعني يحصل تفاعلات قد تتفاعل مع CO2 في الغلاف الجوي او يعني other traces or gases.
فتغير التركيز إلى 1/10 ناقص 3، فأنا بدي أحسب الـ pH لها يعني لهذا المحلول في الحالتين. On these two equations. طبعا بده الـ pH، إذا الـ pH بيساوي minus log الH. الـ pH الـ H plus في الحالة الأولى 3.2 في 10 قوة ناقص 4، إذا minus log هذا المقدار 3.2 في 10 قوة ناقص 4. الآن يعني very simple math، بدنا نتعود كيف نستخدم الآلة الحاسبة، آلتك الحاسبة كيف تتعامل مع اللاج، أحيانا تكتب كتابي أو أحيانا فقط just يعني shift click or whatever لما تأخذ الأنتي لاج، لكن هنا إنه بنتعامل مع ممكن فقط تكبس على اللاج أو أحيانا تكتب كتابي حسب الآلة الحاسبة، فبعوض هذا المقدار فراح يطلع عندي 3.49. وهون يعني يجب أن أكون حقيقة دقيق جدا في كتابة قيمة الـ pH value، إنه how many decimal places، يعني ممكن هذا الرقم حدا يعني يخرج أو يعني ينتج معك في الآلة الحاسبة ثلاث خانات أو أربعة. فطبعا أنا أذكر خانة أولى 1 decimal places or 2 or 3. في عندي rules لهذا الكلام. Number of decimal places للـ pH value or pOH represent the number of significant figures في قيمة concentration. لاحظ الآن كم عندي significant figure في H plus؟ عندي 2 sig figs 3.2، إذن هنا 2 sig figs، 2 sig figs يجب أن يقابلهم 2 decimal places، لذلك لابد يكون 3.49. يعني خطأ أني أكتب 3.5 على أساس أنه 2 significant، إحنا نتكلم عن decimal places في قيمة الـ pH والـ pOH. إذا 2 decimal places تقابل 2 sig figs هنا. فمين اللي حدد مقدار الـ pH how many decimal places؟ اللي هو عدد الأرقام المعنوية significant figures في الـ H plus. 2 sig figs 2 decimal places. الآن في الحالة الأخرى الآن التركيز أصبح 1/10 قوة ناقص 3، لاحظ فالآن نفس الطريقة minus log في 1/10 قوة ناقص أعطاني 3. وأجين لاحظ ما كتب ثلاثي لوحدها، حطيت 0.00. ليش؟ لأنه ذكر التركيز 2 sig figs، لازم يكون عندي 2 decimal places. وهنا يعني حقيقة في بعض الأرقام عندما بكون عندي أرقام صحيحة، يعني أنك الإكسبوننت يكون مضروب في واحد، الآن ما فيش داعي أعمل هذا الحسابات minus log هذا الأمر، لأنه تعرف أنت لما تأخذ minus log في واحد minus log العشرة ناقص ثلاثة وحسب البروبرتي هاي ثلاثة بتيجي بالأمام minus في الماينس ثلاثة وهذا كله واحد، فالماينس minus ثلاثة بتساوي ثلاثة. right؟ الأس ها اللوج العشرة قوة ناقص ثلاثة، هاي ناقص ثلاثة بتنزل أمام اللوج حسب البروبرتيز للناتشرال لوغاريتم يعني بروبرتيز. فلذلك يعني دائما الاكسبوننت هي بتساوي قيمة الـ pH. فمثلا إذا بحكي محلول تركيزه 1/10 قوة ناقص 7، كم الـ pH؟ 7. محلول تركيزه 10 قوة ناقص 12، إذا الـ pH 12. محلول تركيزه 1/10 قوة ناقص 5، كم الـ pH؟ 5. right away. والعكس صحيح. الآن إذا قال لك الـ pH مثلا بيساوي 3 في هذه الحالة، إذا كم التركيز؟ لاحظ التركيز وكأني بعمل الأنتي لاج، إنه عبارة عن 10 قوة ناقص قيمة الـ pH. إذا حكيت الـ pH 3، إذا التركيز هو 10 قوة ناقص 3. مثلا ومثال آخر، إذا حكيت إنه التركيز عبارة عن 10 مثلا سوري الـ pH مقدارها بيساوي 5، إذا التركيز 10 قوة ناقص 5. pH المحلول 11، إذا التركيز عبارة عن 1/10 قوة ناقص 11 وهكذا. طبعا لكن لما يكون عندي 1.1 مثلا اختلفت الصورة، لا يمكن أني أحكي أنه 3، لازم يعني أستخدم الآلة الحاسبة لحتى أحسب بشكل دقيق. طيب نأخذ مثال آخر. The pH the rainwater collected in a certain region of the northeastern United States for example in a particular day was 4.82. Calculate the H plus concentration of the rainwater. يعني بدنا نحسب الـ H plus للـ rainwater في هاي المنطقة اللي كانت الـ pH لها 4.82. لاحظ احنا بنعرف ان الـ pH بيساوي minus log الـ H plus. الآن هو ايش؟ الأمر عكس، أعطاني قيمة الـ pH اللي هي 4.82 والآن طلب مني أحسب الـ H plus.
احنا قلنا تصور لو كان البي اتش اعطاني اياها 4 مباشره، التركيز ايش حكينا؟ عباره عن 10 هو ناقص قيمه البي اتش الانتي لاج. هاي انا بدي اخذ الانتي لاج لهي المعادله، يعني عباره عن ايش بصير القانون؟ اتش بلس بتساوي 10 قوه ناقص قيمه البي اتش. فاذا الاتش بلس عباره عن 10 قوه ناقص هذا القيمه، فلو كان 4 فلاحظ بقول التركيز 10 قوه ناقص 4 مباشره مولر، بس لانه اللي اعطاني يعني بوينت سمثينج، لذلك انا بدي اتعامل مع الكالكوليتر، لذلك 10 قوه ماينس 4.82 هيعطيني 1.5 في 10 قوه ناقص 5 مولر. اذا هو دائما الانتي لاج. بنفس الطريقه لو كان عندي البي او اتش، شو تركيز الـ OH إذا أعطانا قيمة قاعدية المحلول الـ OH؟ عبارة عن 10 قوة ماينس بنفس الطريقة ماينس الـ pOH، الأنتي لاج لقيمة الـ pOH. Alright. One more example. في محلول للـ NaOH تركيز الـ OH ماينس عبارة عن 2.9 في 10 قوة ناقص 4 مولر. Calculate the pH of the solution. نحسب حمضية هذا المحلول. Again أنا محلول قاعدي وطلب حمضية هذا المحلول الـ pH. بتعرفوا الآن حتى أروح من حمض لقاعد، الآن أنا حقيقة عندي two approaches، يعني عندي طريقتين لحل هذا السؤال. أول طريقة يعني كونه أنا عندي OH، أنا بعرف عندي قانون بسيط اللي هو الـ pOH بيساوي ماينس لوج الـ OH ماينس. أعطاني تركيز الـ OH ماينس 2.9 في 10 قوة ناقص 4 ماينس لوج هذا المقدار راح يعطيني 3.54. اذا حسبت البي او اتش من خلال قيمه الاو اتش المعطاه بالسؤال. الان كيف بدي احسب البي اتش؟ شو علاقه البي اتش مع البي او اتش؟ انه مجموعهم بيساوي 14. اذا يعني اذا عرفت قيمه احدهما 14 ناقص هذا المقدار بيعطيني المقدار الاخر، يعني باختصار فال 14 اللي هي ماينس قيمه البي او اتش 3.54 اذا بيعطيني ايش؟ 10.46 قيمة البي اتش. رايت اوي. يعني انا مثلا اعطيتك محلول حكيت انه البي اتش له 5. ها؟ شو البي او اتش؟ اذا راح تكون 14 ناقص 5. مباشرة. محلول مثلا اعطيتك بي او اتش مثلا 12 بحكي كم البي اتش؟ فبقول 14 ناقص 12 بيساوي 2 وهكذا. اذا انا حسبت البي اتش بهي الطريقة. طبعا ممكن الان احسب هذا الامر بطريقه اخرى. Right? Just recall يعني what we have just said earlier. Right? تتذكروا معادله الكي دبليو اتش بلس في الاو اتش ماينس. يعني try this at home just to يعني to find يعني استخدم الطريقه الثانيه حتى تطلع هذا المقدار. Right? So you remember just recall this كي دبليو اتش بلس اتش ماينس. فانا بامكاني احسب احدهما اذا عرفت الاخر. فالاتش بلس مثلا يعني انا ممكن احسب الاتش بلس من تركيز الاو اتش، لانه الكي دبليو اوريدي نون اللي هو 1 في 10 قوه ناقص 14. طبعا بالسؤال بيكون انه هذا العمليه عند 25 درجه مئويه. رايت؟ ف 1 في 10 قوه ناقص 14 تقسيم تركيز الاو اتش اللي هو معطى، فبحسب الاتش بلس. بعد ما احسب الاتش بلس بحسب البي اتش اللي هي ماينس لوج هذا المقدار اللي نتج من الخطوه الاولى. فهي تو ستيبس، بطلع الاتش بلس ثم يعوض في هذه المعادلة لاحتساب الـ pH value. Two ways حقيقة دائما حتى تربط الـ H plus مع الـ OH أو الـ pH مع الـ pOH. هذا المثال دائما يعني يأتي عليه أسئلة في الاختبار بشكل كبير، لكن يعني بيقيس كل المتغيرات. سأقف هنا لهذه المحاضرة ونكمل حقيقة الجزء الآخر عن الـ strength لـ يعني قوة الأحماض والقواعد في المحاضرة التالية. نراكم على خير، السلام عليكم، وطاب يومكم بكل خير وهنا.